إذا إلى ركلات الترجيح، تركيز، ثقة، حظ، أشياء كثيرة مهمة في الدقائق القليلة المتبقية من علامة الجزاء. محرز يمشي الآن لتنفيذ الركلة الأولى، يتصدى حارس المرمى للركلة. الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. محمد صلاح يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنها بثقة عالية. الله ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى الزاوية، ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. ثم اللاعب الثاني ينقذها الحارس. يا سلام، ثالث منفذي الركلات أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. ضربة مذهلة، يتقدم المسدد الثالث. يا سلام على براعة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية. فرصة هدف سيعني لهم الكثير في مباراة اليوم. الله على هذه اللقطة، على هذا التصدي المذهل من حارس المرمى. يتقدم رابع لاعب في تنفيذ ركلات الترجيح. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة. لاعب ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. بعض المدربين يضع أهم لاعب في الركلة الخامسة، اللاعب الخامس، وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. اللاعب السادس في ترتيب المسددين للركلات. كرة ملعوبة في الجانب الأيسر من المرمى. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى. الآن الدور على اللاعب السادس. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. الكرة تصطدم في القائم، الارتياح كبير على حارس المرمى. محرز هو الأمل الأخير لفريقه، إذا صد هذه الركلة يا سلام ينجح في إنقاذ فريقه. هذه كرة الاطمئنان، سددها على اليسار، تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدا لي أنه مستحيل التصدي لها. الآن حان وقت الركلة الثامنة واللاعب الثامن. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. روعة في التنفيذ، حارس في جهة، الكرة في الجهة الأخرى. تقدم وسددها بكل ثقة، هذه ركلة جزائية مذهلة. التاسع في الترتيب يتقدم الآن. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. يتصدى لها الحارس، تركيز رائع من حارس المرمى، تصدي مدهش. اوه، كرة رائعة، حمل على عاتقه مهمة كبيرة وكان في الميعاد. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. وهدف ويقفز الجمهور من الفرح. والآن الدور على محرز. ينجح في أن يخدع الحارس، يسجل هدف. بثقة كبيرة تفوق على حارس المرمى. محمد صلاح، عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. محرز يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد. ثقة واضحة عليه وكرة في منتهى الروعة. محمد صلاح يتقدم لتسديد ركلة الترجيح.
سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. يا سلام، تنفيذ رائع، الكرة في زاوية، الحارس في الأخرى. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. والآن الدور على محمد صلاح. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. محرز يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلة، يلعبها في الجانب الأيمن. سيطر على أعصابه وسجل ضربة الجزاء ببراعة. محمد صلاح يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنها بثقة. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. يا لها من ثقة، يا لها من إمكانيات. كرة في المرمى، محمد صلاح عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة. وهدف، ويقفز الجمهور من الفرح. محرز يحاول أن يلعب بأعصاب الحارس قبل تسديد ركلته. الكرة ترفض الدخول على الرغم من خداع الحارس. محرز إذا صدها سيعيد الأمل لفريقه، طموح الفوز. يا سلام، ينجح في إنقاذ فريقه، هذه كرة الاطمئنان. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. هدف ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. محرز يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، يبدو أنه يضعها على يسار الحارس. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بدالي أنه مستحيل التصدي لها. سجل ويستمر فريقه في القتال في المحافظة على أمله. محرز يتقدم لتسديد ركلة الترجيح. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. يا لعيب، لمسة كانت رائعة، الحارس ذهب إلى الزاوية والكرة في الأخرى. يا سلام، نجح في تسجيلها ويتنفس زملاء الصعداء. والآن الدور على محرز، وكرة في القائم، كانت على بعد سنتيمترات بسيطة جدا من أن تكون في المرمى، لكنها اصطدمت في خشبات المرمى. محرز عليه منع هذه الركلة من أن تصل إلى شباك. ركلة أخيرة حددت الفريق الفائز بعد ليلة عصيبة. لقد أحسنوا بالتماسك حتى وصلوا إلى ركلات الترجيح، لكنهم سقطوا أمام ضغط ركلات الترجيح.